أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين، ونستهلها بالعناوين. موسكو تؤكد تقدمها في عملياتها العسكرية المستمرة، وتقول أوهام الغرب بشأن إمكانية تركيع روسيا ستنتهي، والرئيس الأوكراني يعلن استعداده للالتزام بعدم دخول الناتو. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في رام الله وقلنديا، ووقوع عشرات الإصابات، ودعوات لنصرة الأسرى قبيل 3 أيام من إضرابهم المفتوح. هذا التطبيع النكد الذي يفتح الباب والأفاق للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة. هنية يحذر من محاولات ضرب القضية الفلسطينية في العمق العربي، وقمة مصرية إسرائيلية إماراتية في شرم الشيخ. الرئيس اللبناني يؤكد أن مقاومة حزب الله للاحتلال ليست إرهابا، ويقول عند تحرير الأجزاء المحتلة من لبنان وسوريا يمكن الانطلاق في مفاوضات سلام. رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق يؤكد تمسك الإطار التنسيقي بالثلث الضامن منعا للفوضى وإنتاج حكومة ضعيفة. في الظهيرة أيضا موجز اقتصادي معك لسار كرم. مرحبا مروان. في اقتصاد الظهيرة لهذا اليوم، انقسام أوروبي حول فرض عقوبات على النفط الروسي، وموسكو تضخ الغاز بالطاقة القصوى عبر أراضي أوكرانيا. وفي هذه الظهيرة أيضا موجز أخبار الرياضة مع مايك شالهو. مساء الخير. مرحبا دينا. سنتابع في موجز الرياضة، مدرب منتخب هولندا لويس فان غال يتهم الفيفا بمنح استضافة المونديال إلى قطر من أجل المال والمصالح التجارية. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال الظهيرة، ولكن نبدأ أولا من آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة لليوم 27. إذن أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تقدم قواتها 6 كيلومترات في منطقة دانيتسك بعد السيطرة على قرية أورغاينوي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف أشار إلى استهداف الطائرات الروسية 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، بينها نقاط قيادة وراجمات صواريخ ومستودعات تخزين صواريخ ومعدات عسكرية. وأشار إلى أن تشكيل المروحيات المسمى الصياد الليلي دمر دبابات ومدرعات تابعة للقوات الأوكرانية، وعرضت الوزارة مشاهد لهذه العملية. تشكيل من مروحيات الصياد الليلي الروسية المكونة من KA-52 و-128 دمرت 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات وناقلات جند. وفي المقابل قالت كتيبة أزوف المتطرفة التابعة للقوات الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية والمصانع والمؤسسات في مدينة ماريوبل. ونشرت الكتيبة مشاهد لانفجارات ضخمة قالت أنها مصانع في المدينة قصفتها القوات الروسية بحسب تعبيرها. في هذه الأثناء أكدت موسكو أن أوهام الغرب بشأن إمكانية تركيع روسيا ستنتهي على نحو مؤسف، وحملت الخارجية الروسية واشنطن المسؤولية عما آلت إليه العلاقات بين البلدين، داعية إياها إلى التوقف عن شيطنتها وتهديدها. هذا وحذر نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات. ريابكوف قال إن الخطوة الصحيحة الوحيدة للعمل من قبل الناتو
الآن هي المساعدة على وقف المسار المدمر وغير المسؤول الذي تتبعه سلطات كييف. ولفت إلى أن مستقبل العلاقات المتوقفة حاليا بين روسيا والناتو يعتمد على الخطوات اللاحقة للحلف. الخارجية الروسية كانت قد أعلنت في بيان لها اكتشاف وثائق حديثة من مختبرات بيولوجية أوكرانية تمولها واشنطن وتشير إلى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية. الوزارة أشارت إلى أن الوثائق تتحدث عن تطوير مختبرات أوكرانية أمراضا خطيرة وطرقا لنقلها من خلال الطيور المهاجرة. من جهته كشف المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف أن أوكرانيا ردت على بعض مطالب روسيا في إطار التفاوض بين الجانبين، ووصف المفاوضات بأنها أبطأ وأقل مما تريد موسكو. بيسكوف لافت إلى أن موسكو شرحت مطالبها للجانب الأوكراني وصاغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد. ولم يعلن بيسكوف عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، وأوضح أن بلاده لا تخطط لإنشاء سلطات محلية في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أنه مستعد لمناقشة التزام بلاده بعدم الدخول إلى حلف الناتو مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمان أمن أوكرانيا. وخلال مقابلة مروان مع قنوات تلفزيونية محلية، كرر زيلينسكي دعوته لإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. يجب على أعضاء حلف الناتو القول إن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف غدا من دون ممارسة الألاعيب، أو القول إنهم لا يستطيعون القبول بنا في الحلف الآن. وهذه هي الحقيقة، هم لا يريدون قتال روسيا، لهذا السبب لم يضمونا إلى الحلف. هم يخافون من روسيا، هذا كل شيء. هناك دول في الناتو تريد أن تكون ضامنة لأمننا، لكنها للأسف لا تستطيع أن تضمن عضوية أوكرانيا في الحلف بنسبة 100%. في غضون ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ترسل بمعدات سوفيتية الصنع لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في محاولته صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية. دينا، هذه الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الأنظمة الدفاعية السوفيتية والتي حصلت عليها واشنطن سرا قبل عقود تشمل نظام SA-8، وهي مألوفة للجيش الأوكراني إذ ورث هذا النوع من المعدات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر مما سماه هجمات إلكترونية قد تشنها موسكو، واتهم الرئيس الروسي بالتفكير في استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا. هو يتحدث بمعلومات زائفة بما فيها أن أمريكا لديها أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا. كما يدعون أن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية، وهذا مؤشر على أنه يفكر في استخدام كليهما. لقد استخدم بالفعل أسلحة كيميائية في الماضي، وعلينا أن نكون حذرين بشأن ما سيحدث، وهو يعلم أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الأمر. وما أريد أن أحذر منه هنا هو إمكانية استخدامه الهجمات الإلكترونية، فروسيا لديها قدرات سيبرانية متطورة للغاية، وقد تخطط لهجوم إلكتروني ضدنا. وبالتوازي اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إن البنتاغون رصد إشارات إلى زيادة في نشاط البحرية الروسية في شمال البحر الأسود. نرى بالتأكيد أدلة واضحة على أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب، ونحن نساعد في جمع الأدلة على ذلك. هناك عمليات تحقيق وسنسهم فيها. الأوكرانيون يقاتلون من أجل بلدهم، والبنتاغون لن يشرح الطريقة التي يقومون بها بجمع المعلومات، ولكننا نسهم في الأمر. من جهتهم تخلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن خطوة فرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي بسبب موقف ألماني رافض، فيما قرر وزراء الدفاع رفع مستوى الإنفاق العسكري. موسى عاصي. سنواصل النظر والتفكير في المزيد من العقوبات، ولا سيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
كلام بوريل عن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي اختفى في مؤتمره الصحفي الختامي، ما حصل داخل قاعة الاجتماعات أن النقاش بشأن هذه العقوبات والذي استحوذ على جزء واسع من جدل وزراء الخارجية الأوروبيين كان محكوما بالفشل مسبقا. الجانب الألماني كان قد حسم الموقف قبل الدخول إلى القاعة. المسألة لا تتعلق بما نريده أو لا نريده، بل بقدرتنا على وقف اعتمادنا على هذا النفط. ألمانيا مثلا تستورد الكثير، ولكن هناك دول أوروبية أخرى كذلك لا يمكنها وقف استيراد النفط بين ليلة وضحاها. لو استطعنا ذلك لفعلناه تلقائيا، لكننا نجهز حاليا كل ما يلزمنا لنخطو هذه الخطوة في المستقبل القريب. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي صادقوا على ما أسموه بوصلة الدفاع والأمن، وهي عبارة عن مشروع لرفع مستوى الإنفاق العسكري حتى العام 2030. علينا رفع إنفاقنا العسكري من 1.5% من الناتج المحلي إلى 2%، وعلينا أن ننفق بشكل أفضل. نحن ننفق 200 مليار يورو سنويا، أي ما يقارب 4 أضعاف الميزانية الحربية لروسيا، لكن طبعا ليس لدينا الفعالية نفسها. نحن لا نريد تشكيل جيش أوروبي، فالجيوش الأوروبية ستبقى، لكن علينا العمل معا بشكل متقارب وتنسيق نفقاتنا بشكل أفضل. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قرروا إنشاء قوة عسكرية للانتشار السريع يصل قوامها إلى 5000 جندي لمواجهة أنواع مختلفة من الأزمات بحسب بيان وزراء الدفاع. نحن ننفق 3 أو 4 مرات ما تنفقه روسيا على ميزانيتها العسكرية، فهل لدينا القدرات العسكرية نفسها كما روسيا؟ سؤال طرحه جوزيب بوريل بمرارة، والحل بالنسبة له هو المطالبة برفع مستوى الإنفاق العسكري وباللجوء أكثر إلى حماية الناتو. موسى عاصي من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الميادين. وعلى خط آخر، أكدت موسكو أن قرار تخليها عن محادثات معاهدة السلام مع اليابان مبرر تاريخيا وعادل في سياق مصير جزر الكوريل. وأكدت أن المفاوضات فقدت معناها لأن اليابان بفرضها عقوبات على روسيا بعد الولايات المتحدة أوضحت مع من ستنسق نص الوثيقة بشأن الجزر. وأقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيديف أن النسخة الجديدة من الدستور الروسي تنص على نحو مباشر على أنه لا يمكن نقل ملكية أراضي روسيا وأن الموضوع مغلق. في المقابل، استدعت الخارجية اليابانية السفيرة الروسية في طوكيو. وكانت اليابان مروان قد احتجت على انسحاب روسيا من محادثات السلام بين البلدين ووقف التفاوض على توقيع معاهدة سلام مع طوكيو، ردا على خطوات غير ودية اتخذتها طوكيو بانضمامها للعقوبات ضد موسكو. هذا الوضع برمته نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، ولكي تستمر اليابان في اتباع جوهر النظام الدولي يجب أن نتحد مع المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة ضد الغزو. رد فعل روسيا المنعكس على العلاقات اليابانية الروسية نراه غير عادل أبدا وغير مقبول على الإطلاق، ونود الاحتجاج بشدة على ذلك. إلى فلسطين المحتلة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 54 شخصا خلال اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم وشنت حملة مداهمات واسعة بعد إغلاقها الطرق المؤدية إليه، ولا سيما عند حاجز قلنديا حيث انتشرت جرافات الاحتلال. وفي الضفة الغربية، تصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال في جبل ريسان غرب رام الله، وقد أصر الفلسطينيون على رفع علمهم برغم الاعتداءات والاعتقالات. ولكن واحد جاء
إذن وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية. مصادر محلية أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. وأوضحت أن شرطة الاحتلال منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى. وقبيل 3 أيام من الموعد المقرر لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشف مراسل الميادين عن اتصالات بين السلطة والاحتلال لمنع وصول الأسرى إلى هذا الإضراب. يأتي ذلك فيما دعت لجنة الطوارئ العليا للأسرى إلى عدم تركهم وحيدين. اللجنة أكدت عزم الأسرى على خوض معركة الأمعاء الخاوية رفضا لكل أصناف القهر والحرمان وسحب الإنجازات التي تمارسها إدارة السجون. وطالبت الشعب الفلسطيني بنصرة الأسرى على ظلم العدو وعدم تركهم لمصارعة الجوع وحيدين. ومن رام الله ينضم إلينا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان. سيد أمين، بعد التحية، إذن الأسرى يعتزمون، الحركة الأسيرة تعتزم خوض مواجهة جديدة مع سلطات السجون. الآن ماذا يعني عن المعركة المقبلة والتي تضاف عمليا إلى مسار طويل من الاشتباك مع الاحتلال داخل السجون؟ الآن كيف يستعد الأسرى للمعركة المقبلة وما حجمها أيضا سيد أمين؟ أسرانا وأسيراتنا في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الأسرى في سجون الاحتلال ويمثلهم لجنة الطوارئ العليا بكافة الأسرى وعلى اختلاف مشاربهم وألوانهم السياسية، أتموا كافة الاستعدادات لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 من هذا الشهر، رغم كل المباحثات والمفاوضات التي تجري حاليا بين مستويات سياسية وأمنية فلسطينية وبين مسؤولين إسرائيليين وفي استخبارات السجون وغيرهم من أجل ثني الأسرى عن الدخول في هذه المعركة قبل شهر رمضان المبارك، حيث المطلوب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بأن تتراجع عن كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، وعليه سيوقف الأسرى خطواتهم في الشروع لإضرابهم مفتوح عن الطعام في 25. أما إذا باءت كافة هذه المحاولات وهذه الجهود بالفشل وتعنتت الإدارة مصلحة السجون ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية بالإصرار على عدم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة الفلسطينية فيما يتعلق بالخروج إلى القرى، فيما يتعلق بأدوات المطبخ، فيما يتعلق بالسياسة المارسة بالمتعمد، أماكن القوصة الحديدية، الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك ما يجري بحق الأسرى الإداريين من تجنيد الاعتقال الإداري الذين يأخذون معركتهم لليوم 80 على التوالي في مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وكذلك عدم القيام بنقل الأسرى كل 6 أشهر وكل سنة وكل سنتين، وخاصة الذين يفرضون عليهم من أصحاب الملفات الخطيرة. إذا ما تراجعت إدارة مصلحة السجون عن كافة هذه الإجراءات التي تحاول أن تفرضها الآن على الأسرى في السجون الإسرائيلية، الأسرى في 25 ذاهبون 1500
سيد أمين، يعني مصادر الميادين كانت قد أشارت لأن هناك اتصالات إسرائيلية مع السلطة الفلسطينية، يعني من أجل أن تضغط السلطة باتجاه حتى لا تكون هناك يعني حراك للأسرى داخل السجون. كيف ضغطت عمليا، نسأل هنا، السلطة الفلسطينية على الاحتلال من أجل يعني إعطاء الأسرى حقوقهم التي يطالبون بها في هذه الأثناء؟ نحن تواصلنا مع العديد من الجهات السياسية الفلسطينية من أجل أن تستخدم كل نفوذها من أجل الطي وتراجع إدارة مصلحة السجون عن إجراءاتها قبل 25. الأسرى يقولون الأولى بإدارة مصلحة السجون أن تتراجع عن كل الإجراءات، وليس المطلوب من الأسرى أن يؤجلوا خطواتهم التصعيدية وإضرابهم من الصاعن الصاعن في 25. هذه هي رسالة مجلس الطوارئ العليا داخل السجون الإسرائيلية. المطلوب أن يتراجع هو إدارة مصلحة السجون بدرجة سواء كان فلسطيني أو إقليمي أو عربي أو دولي قبل أن يذهب الأسرى في هذه المعركة. وهذه المعركة تختلف عن كل المعارك السابقة لأن الأسرى كلهم على قلب رجل واحد في الدخول في هذه المعركة المتواصلة. ونحن ندرك أن الإضراب عندما يكون في شهر رمضان يكون بالغ الصعوبة، ولكن لم يبقى أمام أسرانا أي باب للأمل للخروج وللضغط على إدارة مصلحة السجون سوى الدخول في هذا الإضراب المفتوح على المستويات السياسية والأمنية والحقوقية والقانونية والدبلوماسية السياسية الفلسطينية أن تمارس كل علاقاتها من أجل أن تتراجع إدارة مصلحة السجون عن إجراءاتها وقوانينها العنصرية بحق الأسرى. إذا لم يتم ذلك هذا اليوم، غدا سيكون مؤتمرات صحفية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية للإعلان عن البرنامج الوطني الاستعدادي في 25 من هذا الشهر إذا ما دخل الأسرى في إضرابهم الفعلي عن الطعام. رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، شكرا لك. رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس كان قد أكد في اتصال مع الميادين أن السلطة تجري اتصالات من خلال القنوات الأمنية والسياسية وبتدخل إقليمي وأمريكي لتمرير الفترة المقبلة في السجون بهدوء، وشدد على أن التراجع لن يحدث إلا بعد حصول الأسرى على كامل حقوقهم. هناك اتصالات من خلال القنوات الأمنية ومن خلال القنوات السياسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وبعضها بمشاركة إقليمية، يعني أقصد هنا مصر، الأردن، وهناك أيضا تدخل أمريكي في هذا الموضوع على قاعدة أن كافة الأطراف تسعى إلى يعني أن تمر الفترة المقبلة بهدوء وأن لا تكون هناك مواجهات وما إلى ذلك. هنا دخلت قضية الأسرى على الخط، إنه كيف الحديث عن تهدئة بينما الأسرى ينكل بهم ويتعرضون لأبشع هجمة. إلى ذلك وصف القيادي في حماس إسماعيل رضوان قضية الأسرى بأنها أحد صواعق التفجير. وفي حديث إلى برنامج المشهدية عبر الميادين أكد رضوان أن سيف القدس الذي أشرع لحماية القدس ما زال مشهرا عن للدفاع عن الأسرى. ونحن نقول لهذا الاحتلال قضية الأسرى قضية حساسة، هي قضية محل إجماع وطني وهي تقف على سلم أولويات المقاومة. لأجل ذلك نحن نعتبر أن قضية الأسرى هي أحد صواعق التفجير في المنطقة، ومن هذا المنطلق على الاحتلال أن يعي هذه المعادلة وأن يتحمل مسؤولياته والتداعيات المترتبة عن ذلك. نحن مستمرون بدعم أسرانا بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح للاحتلال بأن يتفرد بأسرانا إلى البواسل. في غضون ذلك حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من محاولات ضرب القضية الفلسطينية في العمق العربي. وخلال الحفل السنوي لإحياء الذكرى 18 لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الذي حضره الكثير من قادة الفصائل الفلسطينية، حيث ألقى بعضهم كلمات في مزايا الشيخ ياسين. وأكد هنية أن هناك دولا اختارت التطبيع نكد للدخول في محور آثم. هناك محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية ولإنهاء تفاعلها في عمقها العربي والإسلامي، وأن يحل محلها هذا التطبيع النكد الذي يفتح الباب والأفاق للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة وبناء نظام إقليمي جديد يتسيد فيه هذا الكيان
في إطار التحالفات العسكرية والأمنية مع بعض الحكومات التي قبلت أن تكون في هذا المربع الآثم. في المقابل أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم في مدينة شرم الشيخ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أشار إلى أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية وخاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. للمرة الثانية في غضون 6 أشهر وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت إلى مصر في زيارة مفاجئة لعقد قمة ثلاثية استثنائية من حيث التوقيت والمضمون، التي تضم إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. هذه القمة تدل كثيرا على ما يجري في الشرق الأوسط، وخاصة إلى أي حد إسرائيل تعمل مع دول الخليج من أجل مواجهة التهديد الإيراني، لأن توقيت القمة هذه ليس صدفة أبدا. القمة الإسرائيلية المصرية الإماراتية التي خطط لها سرا وبقيت طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة تحمل بحسب محللين رسالة مزدوجة، الأولى إلى إيران من أجل الإيحاء بأنه يجري العمل على تشكيل جبهة موحدة ضدها وهو مطلب إسرائيلي بامتياز، والثانية إلى الولايات المتحدة على خلفية القلق من الاتفاق النووي والحديث عن رفع حرس الثورة في إيران عن لائحة الإرهاب الأمريكية وتعامل الولايات المتحدة مع حلفائها في الشرق الأوسط. واضح ما هي الرسالة من وراء هذه القمة، وهي رسالة مزدوجة. الأولى إنشاء جبهة موحدة من الناحية الإقليمية مقابل الاتفاق المتبلور مع إيران ومقابل العدوانية الإيرانية في الشرق الأوسط وربما أكثر من ذلك، والثانية هي رسالة إسرائيلية إلى البيت الأبيض الذي يدرس في هذه الأيام رفع حرس الثورة من لائحة منظمات الإرهاب الأجنبية. إنه نوع من ممارسة الضغط، ولكن هذه المرة بطريقة إقليمية كي لا يذهب الأمريكيون بهذا الاتجاه. بنت الذي قضى ليلته في شرم الشيخ كما لم يفعل أي رئيس حكومة إسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما حضر إلى مصر وهو يضع نصب عينيه مصلحة مهمة، فالقمة بالنسبة إليه بحسب مراقبين إسرائيليين جزء من عملية إسرائيلية شاملة هدفها محاصرة الإيرانيين بكل القوات بمن فيها الأتراك بدعم أمريكي، وكي تنجح المحاولة سيعمل على خفض منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والإمارات من جهة وبين الولايات المتحدة ومصر من جهة أخرى لتحقيق الهدف الإسرائيلي. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مقاومة حزب الله للاحتلال الإسرائيلي ليست إرهابا في حديث خاص لصحيفة لا روبابليكا الإيطالية. الرئيس عون شدد في هذه المقابلة على أنه ليس من تأثير لحزب الله بأي طريقة في الواقع الأمني للبنانيين في الداخل. عون قال أن لبنان لا دولة لا تحب الحروب، لكن هناك أجزاء من أراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة، وعندما تحرر يمكن الانطلاق في مفاوضات سلام مع إسرائيل لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية. وإلى العاصمة السورية يصل غدا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارة رسمية تستمر أياما متعددة. وكشف مصدر في الخارجية السورية أن الوزير الإيراني سيلتقي عددا من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد. الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مشاهد أقمار صناعية تظهر أضرار منشأة أرامكو في جدة. أهلا بكم من جديد، ونستأنف الظهيرة من العراق، حيث أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي تمسك الإطار التنسيقي بالثلث الضامن منعا للفوضى ولمنع إنتاج حكومة ضعيفة. وفي تغريدة على تويتر قال المالكي إن تمسك الإطار التنسيقي وحلفائه بالثلث الضامن هدفه ضمان سلامة العملية السياسية ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضر بالمصالح أو مصالح المواطنين وتضعف هيبة الدولة على حد قوله.
أكد المالكي أن الهدف ليس تعطيل تشكيل الحكومة، معلنا رفضه حل مجلس النواب وإعادة الانتخاب. ومعنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. عبد الله، هذا الكلام للمالكي وهذه التغريدة كيف تفهم، وحتى الساعة هل من ردود فعل عليها؟ نعم دينا، هذه التغريدة جاءت بعد يوم من اجتماع للإطار التنسيقي، كان قد عقد هذا الاجتماع يوم أمس ولم يكن هناك من بيان رسمي حول ما سيعلنه الإطار إثر هذا الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم. الحديث طبعا عن الثلث الضامن هو إشارة إلى أن الإطار التنسيقي لا زال على موقفه ويصر على هذا الموقف بضرورة الذهاب باتجاه التفاهمات قبل الذهاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة يوم السبت المقبل، على اعتبار أن الصدر لا زال مصمما وكأن قنوات التواصل قد أغلقت. يوم أمس كان الصدر قد وجه دعوة للنواب المستقلين بأن يشاركوا في هذه الجلسة، وكانت هناك إشارة واضحة في تغريدة الصدر بأن لهم مشاركة ومساهمة في الحكومة المقبلة، هو أسماها المشاركة في إدارة البلاد، لكن من الواضح أنها إشارة لإعطاء المناصب أو الحقائب الوزارية، وبالتالي هناك إشكالية. لم يعد الوضع السياسي في العراق طبعا متعلقا بتسمية من هو رئيس الحكومة، لم تعد هذه المشكلة، المشكلة هي من هو الذي يسمي رئيس الحكومة، من هي الكتلة الأكبر التي تسمي الحكومة. الإطار مقتنع تماما أن ما يجري على الأرض هو محاولة لمصادرة دوره، تجاوز الموضوع الانتخابات أو نتائج الانتخابات أو الاستحقاق الانتخابي أو ما حصده الإطار التنسيقي بالمقاعد أو ما نتج عن كل عملية الانتخابية، هو متيقن أن هناك استبعاد واستهداف له وعملية إقصاء بشكل من الأشكال، إن كانت بأقصى التشدد أو كانت بقطع قنوات التواصل. من الواضح أن هناك محاولة لتشكيل حكومة عبر تكتل نيابي ليس منبثقا، لا يكون منبثقا من البيت الشيعي، وهذا ما يرفضه الإطار التنسيقي، يريد التفاهم. لذلك هو حتى لم يعترض على مرشح الصدر جعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة، لكن العقدة هي من يسمي المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وكيف تعقد جلسة مجلس النواب، وبالتالي حتى هذه اللحظة لم تحسم المشاركة في جلسة يوم السبت المقبل. الإطار ترك الباب مفتوح أمام إمكانية التفاوض والتفاهم، وحتى قراءة البعض لتغريدة الصدر يوم أمس أن هناك قناعة راسخة لدى زعيم التيار الصدري أن الأمور لا يمكن أن تكتمل بجلسة يتم فيها انتخاب ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية بالاعتماد على تحالفات الصدر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بفرض الأمر عبر سياسة فرض الأمر الواقع، وإنما ما غرد به الصدر يعني إشارة ضمنية إلى أنه يدرك لا خيار إلا التوافق مع الإطار التنسيقي، وألقى الحجة على المستقلين بدعوته يوم أمس للمستقلين بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لأن هناك قناعة أن التوافق هو من يجب أن يكون الحل للأزمة في المشهد السياسي العراقي الهش، وبالتالي لكي لا يعاتب الصدر من المستقلين أو ممن يدفع باتجاه عدم التحالف مع الإطار يرفع الحجة والعذر، يلقي الحجة على المستقلين، فإن دخلوا في الجلسة كان به وإن لم يدخلوا هو ملزم بأن ينسق مع الإطار التنسيقي. لماذا؟ لأن نظرية فرض الأمر الواقع تحتاج لأرقام في مجلس النواب، هذه الأرقام نعم حتى هذه اللحظة ليس أكيد أن الصدر وحلفائه بإمكانهم أن يحشدوا 222 نائبا لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية. إذن عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، شكرا جزيلا لك. المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني حذر من أن الوجود الإسرائيلي في كردستان العراق للاعتداء على دول الجوار سيدخل العراق في صراعات. وفي لقاء ضمن برنامج بإيجاز عبر الميادين تحدث الحسيني عن أدلة على أن أقليم كردستان يبيع النفط إلى الكيان الإسرائيلي.
إن وجود الكيان الصهيوني على الأرض العراقية هو ليس فقط يعني مرفوضا على الأرض العراقية، هو موجودا أصلا في المنطقة، ولا يمكن أن نسكت عن الكيان ويترك الكيان يستبيح الأرض العربية والمقدسات الإسلامية، فما بالك إذا كان موجود على أرض عراقية. هذا الأمر لا يمكن يعني السكوت عنه، وسنكتشف مسارات عديدة للوصول إلى الخلاص من الكيان بشكل كامل. الحسيني كشف أن لدى المقاومة العراقية إمكانية ردع أو ردع الاستباحة الأمريكية للأجواء، وقال أيضا أن إمكانية الدفاع الجوي موجودة لدى المقاومة العراقية وإن كانت محدودة ويمكن أن تتطور. إمكانية الدفاع الجوي أقول موجودة وإن كانت محدودة يعني، ولكن هي قدرة موجودة بيد المقاومة، ممكن أن تتطور وتتوسع أكثر وأكثر. يعني أنتم تبحثون عن التفاصيل أكثر، لا يمكن الحديث بالتفاصيل أكثر لأنه هذا أمر غير مسموح به لنا بالحديث عنه، ولكن وفيه ضرر طبعا، ولكن وجودها نعم موجودة وكإمكانية موجودة، لكن محدودة قد قدرتها، أين تصل، ممكن أن تواجه، أين تصل بالمواجهة، هذا متروك للتجربة، قد يكون إذا ما شاء الأمريكان تجربتها يعني. رأى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تصعيد القوات المسلحة اليمنية تجاه السعودية والإمارات يعكس تعنتا ورفضا للحل السياسي بحسب قوله. وخلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان، دعا بن فرحان الدول الأعضاء إلى الضغط على جماعة أنصار الله لوقف عبثيتها وتهديدها للأمن والملاحة البحريين بحسب تعبيره. السيد شاه محمود قريشي وزير. في هذه الأثناء نشرت وكالة أسوشيتد بريس صور أقمار صناعية لمنشأة أرامكو النفطية بعد استهدافها أخيرا على يد الجيش واللجان الشعبية. الوكالة قالت أن الصور تظهر أن الجيش واللجان استهدفوا خزان النفط نفسه الذي كان قد استهدف قبل عامين، وأكدت وقوع أضرار كبيرة في المنشأة. موجز الاقتصاد في الظهيرة معك إليسار كرم، ماذا لديك؟ شكرا مروان. بطبيعة الحال الأخبار الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على كل شيء في الاقتصاد. أهلا بكم. أكدت شركة غازبروم الروسية أنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالطاقة القصوى وفق ما تنص عليه العقود عند 107 ملايين متر مكعب في اليوم. الشركة لفتت إلى أن استمرار عملياتها عبر الأراضي الأوكرانية يدل على موثوقية روسيا كمورد آمن للطاقة وعلى استمرار الأوروبيين في شراء الغاز الطبيعي من روسيا. انخفضت أسعار النفط قليلا خلال تعاملات اليوم في ظل انقسام وزراء الخارجية الأوروبيين حول فرض عقوبات جديدة تطال النفط الروسي، وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 113 دولارا تقريبا، انخفاضا من 118 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر عقود الخام الأمريكي 109 دولارات انخفاضا من 114 دولارا للبرميل. سددت وزارة المالية الروسية خدمة دين عن سندات دولية يورو بونز بقيمة 65 مليون و 630 ألف دولار تستحقه في عام 2029. وقبل هذه الشريحة كانت الوزارة قد سددت 117 مليون دولار كخدمة دين عن سندات أخرى، وبذلك تكون روسيا قد أكدت التزامها الدولي رغم العقوبات الغربية التي تعيق التحويلات المالية. جمدت كل من إيطاليا وهولندا أرصدة روسية قيمتها الإجمالية 1,200,000,000 يورو. الأموال تعود إلى رجال أعمال روس مدرجين في قوائم العقوبات الأوروبية وفق ما أوضح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بعدما استمع إلى خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر الفيديو أمام البرلمان الإيطالي. يذكر أن الأصول تنقسم على 800,000,000 يورو في إيطاليا و 400,000,000 في هولندا.
أكدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية أن جميع الشركات الفرنسية العاملة في موسكو تواصل عملها كالمعتاد. الغرفة المشتركة انتقدت العقوبات التي فرضت على روسيا وقالت إنها تضر بالطبقة المتوسطة وبأصحاب المشاريع، وشددت على عدم وجود أي خطر يهدد المواطنين الفرنسيين الذين يقيمون ويعملون في روسيا. إلى مصر، حيث انخفضت قيمة العملة اليوم إلى 18 جنيها و45 قرشا للدولار، وبذلك يكون الجنيه قد تراجع بنسبة 17% خلال يومين. ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%. المركزي أوضح في بيان أن الهدف هو الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب من خلال إعطاء المرونة لسعر الصرف المحلي لمواجهة التضخم الناجم عن تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. حذر بنك مورغان ستانلي الأمريكي من تخلف تونس عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة، ورجح البنك أن يحدث ذلك العام المقبل ما لم تتوصل الحكومة سريعا إلى برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي وتبدأ في تقليص الإنفاق. يشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش كانت قد خفضت تصنيفها لديون تونس إلى تريبل سي يوم الجمعة الماضي. بهذا نختم أخبار موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا لك يا إيسار. ختام وظهيرتي لليوم مع أجواء عيد الأم الذي جرى الاحتفال به أمس في الكثير من دول العالم، ولكن في هذه المناسبة لابد من وقفة وتحية للأسيرات الأمهات القابعات في سجون الاحتلال وسط صمت عربي ودولي مطبق بشأنهن. فبين هذه الأسيرات أو الأمهات اللواتي يحتجز الاحتلال حريتهن في سجن الدمون 4 مقدسيات، أبرزهن إسراء الجعابيس التي تقضي حكما بالسجن مدته 11 عاما، فيما هناك أسيرات موقوفات أكبرهن أيضا، سعدية فرج الله وهي البالغة من العمر 65 عاما. الظاهرة انتهت، وإليكم تذكير بعناوينها. موسكو تؤكد تقدمها في عملياتها العسكرية المستمرة، وتقول أوهام الغرب بشأن إمكانيات تركيع روسيا ستنتهي، والرئيس الأوكراني يعلن استعداده للالتزام بعدم دخول الناتو. بدي شرجع روح. الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في رام الله وقلانديا ووقوع عشرات الإصابات، ودعوات لنصرة الأسرى قبيل 3 أيام من إضرابهم المفتوح. هذا التطبيع النكد الذي يفتح الباب والأفاق للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة. الدكتور هنية يحذر من محاولات ضرب القضية الفلسطينية في العمق العربي، وقمة مصرية إسرائيلية إماراتية في شرم الشيخ. الرئيس اللبناني يؤكد أن مقاومة حزب الله للاحتلال ليست إرهابا، ويقول عند تحرير الأجزاء المحتلة من لبنان وسوريا يمكن الانطلاق في مفاوضات سلام. ورئيس ائتلاف دولة القانون في العراق يؤكد تمسك الإطار التنسيقي بالثلث الضامن منعا للفوضى وإنتاج حكومة ضعيفة. وكان في أخبار الاقتصاد انقسام أوروبي حول فرض عقوبات على النفط الروسي، وموسكو تضخ الغاز بالطاقة القصوى عبر أراضي أوكرانيا.
مدرب منتخب هولندا لويس فان غال يتهم الفيفا بمنح استضافة المونديال إلى قطر من أجل المال والمصالح التجارية. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله. إلى اللقاء.